ركعت الشفع أثابكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات لله، السلام عليكم السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ركعة الوتر أسابقكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد،
أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أولا وآخرا، ولك الحمد ظاهرا وباطنا، ولك الحمد أبدا أبدا. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك، وأرسلت إلينا أفضل رسلك، وشرعت لنا أفضل شرائع دينك، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس، وخلعت علينا خلعة الإسلام خير لباس. فاللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الثناء الجميل كله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك محمد عدد ورق الأشجار، وعدد قطر الأمطار، وعدد حبات الرمال، وعدد ما أظلم عليه الليل وأطبق عليه النهار، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. واجعلنا بالصلاة والسلام عليه من الفائزين، واجعلنا بالصلاة والسلام عليه من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين، وعلى حوضه من الواردين، وعلى حوضه من الواردين. واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل. ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته، وذل لك جسمه، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عيناه. يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا عظيم الإحسان. نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا يا ربنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء بين يديك. يا واصل المنقطعين صلنا إليك، هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. لا تحزن اللهم ولا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم لا تحزنا ولا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم لا تحزنا ولا تفضحنا يوم العرض عليك. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، برحمتك الواسعة عمنا، واكفنا شر ما أهمنا وغمنا. وعلى الإيمان الكامل
والقرآن والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا. اللهم ارض عنا وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، ولغيرك يا ربنا لا تكلنا، نحن الفقراء إليك، الأسراء بين يديك، إليك تعرضنا، ولمعروفك سألنا، ولبابك قرعنا، فاقبل صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم يا ربنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا اللهم بتقواك، واكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم أصلح قلوبنا وأزل عيوبنا وزينا بالتقوى، واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اغفر لأقسانا قلبا، اغفر لأقسانا قلبا، اغفر لأقسانا قلبا، وأثقلنا ظهرا، وأكبرنا ذنبا، واجعلنا ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اجعلنا من أحب عبادك إليك، اللهم اجعلنا من أحب عبادك إليك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفى لديك. لا ينال ذلك إلا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. نسألك اللهم من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك اللهم من كل خير سألك به عبدك ونبيك وحبيبك محمد، ونعوذ بك اللهم من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد. اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر، فسبحانك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب. اللهم أنزل من بركات هذا الدعاء على أهل القبور في قبورهم، وعلى أهل الدور في دورهم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة،
وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وطيب ثراهم واجعل قبورهم يا ربنا روضة من رياض الجنة. اللهم ما كان بينك وبينهم فاغفره لهم. اللهم ما كان بينك وبينهم فاغفره لهم. اللهم ما كان بينك وبينهم فاغفره لهم. وما كان بينهم وبين عبادك فاحمله عنهم. وما كان بينهم وبين عبادك فاحمله عنهم. وما كان بينهم وبين عبادك فاحمله عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. من كان منهم في نعيم فزده نعيما. من كان منهم في نعيم فزده نعيما. ومن كان منهم في عذاب فتجاوز عنه بفضلك وكرمك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات لله والصلاة والطيبة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.